النهارده بقى جايبه لكم السر اللي انا ما قلتلكوش عليه الا لما اجربه بنفسي. كان لازم اجرب بجد الوصفه دي بنفسي عشان اشوف نتيجتها ايه، وبجد نتيجتها تحفه جدا جدا جدا. يلا تابع معايا الفيديو. النهارده هقولك على حاجه جميله قوي هتخلي بشرتك صافيه، مفيش كلف، مفيش نمش، كمان مفيش تجاعيد الخطوط التعبيريه اللي بتبقى موجوده تحت العين، مفيش خالص. هنشوف النهارده انا هستخدم ايه معاكم. مكون حلو جدا جدا بجد، هتبصي في المرايه هتشوفي نفسك قمر 14. اول حاجه هنعملها، هنعمل مع بعض النهارده غسول، والغسول ده هحتاج فيه برطمان زي ما انتم شايفين كده. طبعا نغسله وننضفه كويس جدا، وانا هقول لك ليه برطمان، عشان انا محتاجه ان انا اغطيه وهسيبه اكتر من 12 ساعه. هبدا اضيف معايا ايه هنا في البرطمان. انا معايا هنا عشبه اسمها الغله او الشعير، يعني ده اسمها الغله او الشعير، تمام. هبدا اخد منها 4 معالق كده، ورخيصة جدا جدا، يعني هتجيبيها من عند العطار، اسمها الشعير اهي، ده شكلها. هاخد بس 4 معالق في البرطمان بتاعي كده، وهبدأ اضيف عليه معلقة كبيرة من النشا او المايوزين او الكورن فلاور، تمام. وبعد كده هبدأ انزل عليه بالمية السخنة. ده بقى عبارة عن الغسول اللي انتي هتستخدمه، وهنسيبه بس منقوع كده 12 ساعة. وحاولي تضيفي يعني لتر مية في البرطمان، تمام، او اي علبة عندك، المهم انها تكون بغطا لمدة 12 ساعة. هستخدمه الصبح، يعني انت اعمليه من بالليل وتسيبيه لحد تاني يوم الصبح تستخدميه، وهقولك نستخدمه ازاي. بس هنعمل الاول الخلطه بتاعتنا بقى اللي هتزيل الكلف والنمش والتجاعيد، تمام. معايا هنا بقى الطبق ده، هنقوم مع بعض بسرعه الوصفه. ومعايا هنا حبه من الطماطم، هاخد منها بس نصها، هبدا ابشرها. هنقطع بس حته صغيره كده من تحت عشان نبشرها بسهوله معانا في المبشره اهي، ويا ريت تبشري في الناحيه اللي هي الضيقه ديت، تمام. هبدا بقى ابشر كده اهو، ناخد بس الميه اللي جواها اهي، بس كده، دي الكميه اللي انا محتاجاها. وهنبدا نضيفها في الطاجن ده بعد ما طبعا بشرتها، وهضيف عليها عصرة صغيرة من الليمون. لو انتي بشرتك بتتحسس من الليمون ممكن ما تضيفيش ليمون، ضيفي مية ورد، تمام. هاخد بس عصرة بسيطة، مش هاخد نص الليمونة كلها اهو، بصوا حاجة بسيطة جدا عشان تديني درجة تفتيح اكتر. بعد كده بقى هبدأ اضيف معايا معلقة واحدة من الكركم. طبعا كلكم عارفين الكركم تحفة جدا جدا للكلف والنمش، وكمان بيديني تفتيح حلو قوي للبشرة. هبدأ اخلط بقى بالشكل ده اهو، عايزة اقول لكم بقى الوصفة دي تحفة جدا في التبييض والتفتيح، هتزلك الكلف والنمش، تمام. كده انا الوصفه معايا بقت جاهزه. بصوا المكونين 2 اللي انا ضفتهم وموجودين عندنا في البيت. هستخدم بقى ازاي الوصفه بتاعتي دي، وازاي هستخدم الغسول. الغسول هنستخدمه الصبح اول ما نصحى من النوم. هبدا اخد الغسول كده ارجه بس رجه في البرطمان بتاعي، وهبدا اصفيه، يعني انه طبعا مش هستخدمه زي ما هو كده. هنجيب المصفى بتاعتنا ونبدا نصفيه، تمام، في لان طبعا الشوائب دي انا مش هحتاجها. طبعا هو هيكون برد معاكي خالص. بصوا بقى انا بس بوريكو، بصوا بقى لونه، هي دي بقى المية اللي انا هحتاجها عشان اغسل بيها بشرتي. هغسل بيها البشرة الصبح اول ما اصحى من النوم، وابدأ اعمل الماسك بتاعي ده. طبعا اللتر هيبقى كتير، اغسلي بيها قبل ما تعملي الماسك وبعد ما تعملي الماسك.
بصي بقى في المراية وشوفي بشرتك هتبقى عاملة ازاي، كمان الندبات والحاجات اللي بتبقى صغيرة كده في البشرة وبتروح تماما. انا عايزاكم تجربوها، اعمليها مرتين او ثلاثة في الاسبوع بس، واصبي عليها جميلة جدا جدا. لو انت بقى عندك تجاعيد كتير في البشرة يبقى عليكي بقى وعلى زيت لبان الذكر، ده من الزيوت الحلوة قوي قوي قوي. ازاي بقى؟ هنضيف عليها زيت جنين القمح، وممكن نضيف زيت اللوز الحلو، ده بيبقى سيروم استخدميه كل يوم. يعني انا قلت السيروم ده على قناة صدى البلد لما كنت مستضافة فيها، وبجد عجب ناس كتير قوي قوي قوي. انا عايزاكم برضو تعملوا السيروم ده، مفيش بيت ما يخلاش من السيروم ده، دي حاجة طبيعية. زيت لبان الذكر، جنين القمح، زيت اللوز الحلو، وهنخلطهم بكميات متساوية ونمسح بيه بشرتنا بالليل قبل النوم، ونقوم الصبح نغسله. تمام حبيب قلبي، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب تستفادوا بالوصفة بتاعتي. وجد الخلطة النهاردة تحفة وغير مكلفة خالص. وما تنسوش بقى تشجعوني بلايك وكومنتات حلوة، لأن بحب كومنتاتكم جدا جدا. أشوفكم في فيديو جديد مع جيجي، كل حياتي، باي باي.